بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل دراسة الفصل الثامن من فصول الكتاب، وهو جهاز التكاثر في الإنسان. ولعلنا نرجع قليلا إلى ما درسناه في هذا الفصل الثامن، اللي هو الجهاز التناسلي الذكري. الجهاز التناسلي الذكري، وذكرنا أنه بيتركب من الخصية التي بداخلها كيس الصفن، خصية التي بداخلها كيس الصفن الذي يبعدها عن الجسم ويحافظ على درجة حرارتها. وظيفتها عملية إنتاج الحيوانات المنوية، ثم البربخ حيث مستودع للحيوانات المنوية حتى يتم نضجها وتنتقل ب وعاء ناقل وتخزن في الحويصلة المنوية. وهناك غدة كوبر وغدة البروستات. في المنظر الجانبي يمكن ظاهرة هذه الغدد، وهي غدد بتفرز إفرازات تغذي الحيوانات المنوية وبتساعد على حركتها. نعم، الحويصلة المنوية مكان مستودع للخزن. الأول البربخ مستودع مؤقت، ثم تنطلق الحيوانات المنوية بقناة تشترك مع القناة البولية المثانة إلى الخارج بما يسمى بالإحليل. الإحليل هذا هو الجهاز التناسلي الذكري في الإنسان. أهم شيء فيه هو إنتاج الحيوانات المنوية. أهم وظائفه إنتاج، أو هي الوظيفة الأساسية، حيوانات المنوية. إنتاج الحيوانات المنوية، والحيوانات المنوية حتى هي ذكرناها حيوانات المنوية، هذا حيوان منوي أيضا درسناه في الحصة الماضية. ويتركب من ثلاثة أجزاء: الرأس وما حوى، فيه نواة، فيه جسم قمعي، فيه المادة الوراثية. نعم، وهو الأساس. نعم، القطع الوسطى والذيل هذا لعملية الحركة. كما ذكرنا أن المني أو الخلايا، الحيوانات المنوية، الخلايا بسموها الحيوانات المنوية، التي تنتج في الخصيتين وتمضي في رحلة حتى يتم نضجها في البربخ وتخزن في الحوصلة المنوية وتنطلق إلى الخارج لتصب في جهاز التناسل الأنثوي اللي بعد قليل سنتعرف عليه. نعم، الحيوانات تنتج الحيوانات المنوية في الأنابيب المنوية في الخصية. والإنسان يوميا عددها كبير جدا، عددها من 100 إلى 200 مليون حيوان منوي يوميا. الإنسان صحيح من 100 إلى 200 مليون حيوان منوي يوميا. الإنتاج غزير جدا، شايف الإنتاج بالنسبة للإنسان اللي هو من 100 إلى 200 مليون حيوان منوي يوميا. تنطلق إلى خارج الجسم عبر الوعاء الناقل، ثم إلى الإحليل، ثم تلتقي بقناة بولية تناسلية مشتركة اللي هي الإحليل، ثم إلى الخارج. الحيوانات المنوية لكي تصب في جسم الأنثى تساعدها ظروف على البقاء حية. شوف، الحيوان مجهري، حيوان مجهري. ما هي الظروف التي تساعد الحيوانات المنوية على البقاء حيا حتى تخصب البويضات؟ نعم، ما هي الظروف المساعدة، الظروف المساعدة لبقائها حية، لبقائها حية حتى تخصب البويضات، حتى تخصب البويضات؟ هناك ظروف، السائل المنوي،
السائل المنوي، السائل المنوي يتركب أصله من أشياء، حيوانات المنوية أساسية، حيوانات المنوية تركب من الحيوانات المنوية، أيوه، ويتركب من مواد مغذية. هذه الحيوانات تحتاج إلى غذاء لأنها متحركة، تحتاج إلى طاقة، مواد مغذية، نعم. وفي مواد مخاطية تساعدها على الحركة، مواد مخاطية تساعدها على الحركة، حتى الأوساط التي تمر فيها سواء كان في داخل جسم الأنثى، المهبل أو الرحم، هناك أوساط بتساعد على بقاء هذه الحيوانات المنوية حية. هذا هو كل ما درسناه عن إنتاج الخلايا أو الحيوانات المنوية. لا ننسى الغدتين، لا ننسى أن نذكر غدتا البروستات، لعلها نسمعها كثيرا وحتى بتستأصل في أشياء كثيرة في جسم الإنسان، تستأصل البروستات والكلية ممكن تستأصل واحدة، الخصية ممكن تستأصل، الزائدة الدودية تستأصل، والإنسان يعيش حياته طبيعية. غدتا البروستات وكوبر هذه أيضا بتفرز مواد مساعدة أو تفرز محلول غلوي، تفرز محلول غلوي يساعد الحيوانات المنوية لمعادلة الحمض، لمعادلة لمعادلة ايش؟ الوسط الحمضي من البول، لمعادلة الوسط الحمضي من البول في الإحليل. إنسان بيه يتبول، البول هذا مر في الإحليل، لو جاءت حيوانات منوي في هذا الوسط ممكن تضر الحيوان المنوي وتقتله لأنها حساسات جدا. لذلك غدتيه بروستاتا وكوبر عند الإثارة الجنسية يخرج هذا المحلول، وحلول قلوي ليس من الحيوان، يعني سائل منوي، ليس سائل منوي لكنه لمعادلة الوسط الحمضي للغناء أثناء خروجه من الجهاز البولي، نعم، لإخصاب البويضة. حلول غلوي الوسط الحمضي لمعادلة، حلول قلوي لمعادلة الوسط الحمضي من البول في الإحليل. إذن كل العوامل، كل العوامل الآن جاهزة مع أو متوفرة للحيوانات المنوية من صناعة دقيقة في خصية تبعد عن الحرارة 37 درجة ونص، درجة الحرارة هي بتتكون في 36 درجة، فلذلك تكون نفسه تكون دقيق، ودي عظمة الخالق سبحانه وتعالى، نعم. ظروف مساعدة كلها أنه ينتج هذه الحيوان، لأنه كان مشوهة أو كان فيها أي شيء فإن الإخصاب أو الجنين يأتي مشوها. في سائل منوي محتوي على مواد غذائية، مواد مخاطية، في غدد بتفرز سائل ومحاليل لمعادلة الوسط الحمضي حتى البول لا يضر الحيوانات المنوية. نزلت الحيوانات المنوية، انتقلت من الذكر إلى الأنثى، أين تنزل؟ هذا هو الجهاز التناسلي الأنثوي، الجهاز التناسلي الأنثوي، حيث تنزل الحيوانات المنوية في هذا الوسط، وتظل هذه الحيوانات المنوية بحيويتها، ويوجد الجهاز التناسلي الأنثوي، وهو يختلف قليلا عن الجهاز التناسلي الذكري، لأنه الجهاز التناسلي الذكري بيفتح مع الجهاز البولي اللي هو الإحليل، الإحليل فتحة للبول وفتحة لمرور الحيوانات المنوية في الرجل، لكن المرأة هناك قناة بولية، قناة هذه البول بالنسبة للمرأة من أعلى، وتحتها بتجي قناة المهبل، المهبل هذا هو المهبل، المهبل وهو بداية الجهاز التناسلي
الأنثوي المهبل، بنبدأ من المهبل الخارجي ما علينا منه، في جهاز التناثلي الأنثوي الخارجي، شفرين الكبيرين والبظر، هذا كله نحن بنبدأ رحلة الجنين من المهبل، حيث يقذف الرجل الحيوانات المنوية في المهبل كما تلاحظ، وتنتقل هذه الحيوانات إلى أعلى، إلى أعلى حيث عنق الرحم، عنق الرحم بعد المهبل، عنق الرحم تنزل في عنق الرحم، هذا هو الرحم، ده الرحم، يبقى عندك واحد اثنين جهاز التناسلي، ثلاثة الرحم، وفي الرحم فيه المبيض، قناة المبيض والبيض هم أربعة وخمسة، المبيض وقناة البيض هم أربعة وخمسة. إذن الجهاز هذا هو المبيض، واضح كبرناه، هذه قناة البيض حيث يلتقي بالحيوانات المنوية، نعم، والمبيض كما تلاحظون فيه جسم الأصفر حنتكلم عنه بعد قليل الذي ينتقل، هذه بويضة محررة انطلقت من المبيض، ها يجي منها الجنين، تمزق الحوصلة لتنطلق البيضة، ودي الحوصلة وهذه البويضات، وسنتكلم عن هذا الموضوع بعد ما نصف تركيب جهاز التناسلي الأنثوي. يبقى مما يتركب الجهاز التناسلي الأنثوي، جهاز التناسلي الأنثوي، خلينا نكتبه هنا، تركيب المبيضان تركب من المبيضين، المرأة عندها مبيضين ومبيض واحد يقوم بالوظيفة كاملة، هذا هو المبيض، صورة مكبرة له، المبيض موجود في الجهة اليسرى واليمنى، اليمنى مبيضين، مبيض أيسر، نعم، كل مبيض بحجم حبة الكرز اللوز أو الكرز عند البلوغ، وتقوم بإنتاج البويضات في حجم حبة اللوز، وينتجان البويضات، وغالبا كل شهر بويضة واحدة، هم بيضين بالتناوب، عملية هرمونية تتنظم، نعم، في أنه غالبا مرة بتلد واحد، قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة توأم، وسنتكلم عن هذا الموضوع لاحقا. يبقى المبيضين في حجم حبة اللوز وانتجان البويضات عند البلوغ عندما تبلغ سن البلوغ، المرأة بتبدأ تنتج في البويضات. قناة المبيض هذه قناة المبيض هذه القناة، شوفوا البويضة مع السهم بتنزل وتبقى في قناة المبيض، وتتحرك البويضة إلى الرحم، تحرك البويضة إلى الرحم بواسطة الألياف، قناة المبيض تحرك، اللي بتحرك مين؟ قناة المبيض تحرك البويضة إلى الرحم عشان تتخصب ويبدو الجنين بواسطة، فيها أهداب، دي من المناطق اللي فيها أهداب، بواسطة الأهداب. الرحم وعاء كمثل الشكل، الرحم الرحم كيس عضلي كمثل الشكل، كيس عضلي كمثل الشكل، زي الكمثرة، كمثل الشكل، هذا شكل الكمثرة، كمثل الشكل، كيس عضلي كمثل الشكل، له جدار سميك
وفيه تتطور البويضة المخصبة لنمو الجنين فيها، نعم كمثل الشك، وفيه ينمو الجنين، وفيه ينمو الجنين، منطقة مهيئة فيها الغذاء، فيها الأكسجين كلها، فيها مشيمة. والفتحة السفلية من الأنثى في جهاز التناسلي اللي بنسميها فتحة المهبل، المهبل، فتحة المهبل، وفتحة المهبل أنبوب عضلي يصل بالرحم، هذا أنبوب عضلي يصل بالرحم، أنبوب عضلي يصل بالرحم. حيوانات المنوية بتسلكه وتصل إلى الرحم وتنتقل إلى قناة البيض حيث تلتقي بالحيوان المنوي، وتسمى كذلك قناة الولادة لأن المخرج نعم هي نفسها يطلق عليها قناة الولادة، قناة الولادة، قناة الولادة، لأن الجنين يخرج منها، يدخل منها الحيوان المنوي ثم خرج منها الجنين، قناة الولادة، قناة الولادة. هذا هو تركيب الجهاز التناسلي الأنثوي، وأهم ما فيه قلنا في الشك المهبل، الأنبوب عضلي يصل بالرحم إلى الرحم، عنق الرحم هو بداية الرحم، عنق الرحم هو البداية بتاعة الرحم، عنق الرحم، والرحم حيث تنغرز البويضة وينمو الجنين، وفيه تغيرات كثيرة بتحدث. نطلع لفوق شوي بنجد أن في الرحم، هذا هو، هذا المهبل، هذا الرحم، اطلع فوق، هذا الرحم، هذا عنق الرحم، عنق الرحم، هذا عنق الرحم، يطلع الحيوان المنوي بيسلك طريقه، نعم، ويتجه يمنة ويسرى عشان يلتقي بالبويضة في اللاقحة اللي هي في هذا المكان، هذا المبيض في بيض يمين ومبيض شمال. طيب خلايا البويضة، تسمى الخلايا التناسلية الأنثوية، تسمى الخلايا التناسلية الأنثوية، سميها إيش؟ غير مكتملة النمو، غير مكتملة النمو بالخلايا البيضية الأولية، الخلايا البيضية الأولية اسمها إيش؟ الخلايا البيضية الأولية. والطفلة الأنثى مما تلد موجودة فيها كم من البويضات بس أولية، كم يصل 300-400 بويضة موجودة في رحمها بس أولية غير مكتملة النمو، إلى أن تبلغ بعد كده بتبدأ تنزل تدريجيا واحدة واحدة كل شهر أو اثنين، غالبا هتكلم عن الغالبية العظمى اثنين. طيب يوجد داخل كل مبيض خلايا بيضية غير ناضية، يوجد داخل كل مبيض من المبيضين خلايا بيضية غير ناضية، دي في البنات الصغار، غير ناضية، غير ناضية، ويبلغ حجم المبيض نعم حبة اللوز، المبيض فيها اللي هو حبة اللوز، عادة يعني كل مرة متعودين تنمو خلية بيضية واحدة كل 28 يوم، تنمو بعد ما تبلغ المرأة، تنمو خلية بيضية
واحدة كل كم؟ 28 يوم، شهر كل 28 يوم. الرقم هذا مميز، كل 28 يوم. وتنمو مكونة بويضة ناد إلى بويضة ناضية، اكتمل نموها، كلهم ما هو دفعة واحد، لا بويضة ناضية قابلة للتلقيح. طيب، تحاط البويضة الناضية بحويصلة توفر لها الحماية والغذاء. تحاط البويضة الناضية بيش؟ ناضية بحوصلة، غلاف يعني، يوفر لها الحماية والغذاء، يوفر لها الحماية والغذاء. شو عملية الإباضة اللي هو تحرر فيه؟ هذا الحوصلة، هذا المبيض، هذه البويضات، شايفين البويضات موجودة، اللي جات هنا دي، هذه البويضة تحررت من الحوصلة وانطلقت إلى المبيض، شايفين الأهداب هذه بيكذبة الأهداب عشان تدخل لعملية الإخصاب. الإخصاب. طيب، تنتقل البويضة الناضية إلى قناة البيض. وينها قناة البيض؟ هو هذه البويضة الناضية تنتقل البويضة الناضجة، تسحب الأهداب بتاعت المبيض الناضجة إلى قناة البيض في انتظار حيوان المنوي هناك، إلى قناة البيض، سموها زمان قناة فالو، إلى قناة البيض لتبقى حتى وقت الإخصاب. الإخصاب يعني إيش؟ يعني يجي حيوان منوي يتحد معاه، هذا بنسميه عملية إيش؟ الإخصاب، حتى وقت إيش؟ الإخصاب، أو تتمزق وتحدث الدورة الشهرية إذا ما تخصبت مرأة ما متزوجة، أو تتمزق، احتمال الثاني مرأة دي ما متزوجة، أو تتمزق اللي هي تتمزق البويضة الناضجة، أو تتمزق، خلينا نرجع عليها، تمزق البويضة الناضجة وتحدث الدورة الشهرية. حنيجي نعرف كيف تحدث الدورة الشهرية، أي شيخ، وتحدث الدورة الشهرية. لاحظون هنا احنا قلنا 28 يوم اللي هو كل شهر بيحدث الدورة الشهرية. هذه خلايا البويضة، هي الخلايا التناسلية الأنثوية، تسمى في الأطفال الصغار طفلات الخلايا البيضية الأولية، وبتوجد داخل كل مبيض خلايا بيضية غير ناضية، وعند البلوغ بتنزل كل 28 يوم بويضة واحدة، وتحاط البويضة بحوصلة توفر لها الحماية والغذاء، ثم تنتقل البويضة الناضية إلى قناة البيض لتبقى حتى وقت الإخصاب، أو تتمزق البويضة الناضجة وتحدث الدورة الشهرية، أو تحدث الدورة الشهرية. هذا هو خلايا البويضة. الرسمة بتورينا المراحل حنمر بها في تكوينات البويضة. عندنا مراحل بتمر بها البويضة، اللي هي عندما تتلقح البويضة تسمى اللاقحة، نعم، وبعد 3 أيام من تلقيحها تسمى التوتة، وهي دخلت منطقة الرحم، وبعد كده بتتحول إلى الكبسولة البلاستولية. البلاستولية كبسولة إيش؟ البلاستولية، كبسولة البلاستولية. طيب، الهرمونات الأنثوية
الهرمونات الأنثوية هي عبارة عن إفراز خلايا المبيض لهرمونات البروجسترون والأستروجين. بروجسترون و نعم الهرمونات الأنثوية هي إفرازات المبيض. المبيض بينتج البويضات وبينتج هرمونين. هرمون الأول بنسميه البروجسترون، البروجسترون، والهرمون الثاني بنسميه الأستروجين، اسماء أجنبية خلي بالك منها، البروجسترون والأستروجين، الأستروجين. طيب، الجزء الأمامي للغدة النخامية في المرأة تفرز هرمونين يؤثران، نعم، فيها إنتاج هذين الهرمونين. الجزء الأمامي للغدة النخامية، الجزء الأمامي للغدة النخامية يفرز هرمونين يؤثران في مستوى البروجسترون والأستروجين. الهرمونين الأنثويين اللي هم وهما فرزان يؤثران هرمونين FSH و LH. ده له وظيفة وهذا له وظيفة، هذا له وظيفة وهذا له وظيفة. FSH الهرمون المنشط للحوصلة، وهذا الهرمون المنشط للجسم الأصفر، هرمون حجينا في الدورة الشهرية هذه الأسماء، الهرمون المنشط للجسم الأصفر، للجسم الأصفر. هرمون الجسم الأصفر يؤثر على الأنثى خلال البلوغ. الجسم الأصفر هرمون الجسم الجنس هرمون الجسم الأصفر طيب هرمون الجسم الأصفر يؤثر على الأنثى خلال البلوغ، خلال مرحلة البلوغ. البنت تتحول إلى مرأة، الثديين، الصوت، الشعر، هذا كلها زيادة حجم الأعضاء التناسلية، كلها من زيادة هذا الهرمون. يساعد نمو الثدي عند الأنثى، نعم، ويسبب نمو الثدي، ما كان عندها ثدي البنت. طيب اتساع عظام الحوض، وزيادة تركيز الأنسجة الدهنية، الجسم ضخم شوية، زيادة تركيز الأنسجة الدهنية زيادة تركيز الأنسجة الدهنية وتحدث دورة الحيض. طيب ما هي دورة الحيض؟ دورة الحيض،
اعتزلوا النساء عند المحيط، الحيض دم بينزل. مجموعة من العمليات نحن نسميه تعريفنا له مجموعة عمليات، ما هو دم وبس، مجموعة عمليات تحدث كل شهر تقريبا. الحالات الطبيعية تحدث كل شهر، عشان كده سميت دورة شهرية، وتساعد على تهيئة جسم الأنثى للحمل. وظيفتها تساعد كل شهر، وظيفتها وظيفتها الدورة الشهرية تهيئة جسم الأنثى للحمل. تهيئة جسم الأنثى للحمل حنيجي نشوفها في الدورة الشهرية. هذه هي الهرمونات الأنثوية، البروجسترون والأستروجين، هذين الاثنين بيتأثروا بإفرازات من الغدة النخامية، وغدة النخامية غدة أسفل الدماغ، بيطلع هرمون FSH اللي بنشط الحوصلة اللي بيتحيط بالبويضة، وLH الهرمون المنشط للجسم الأصفر، للجسم الأصفر. طيب هذه العمليات زي ما قلنا بتحدث تقريبا كل شهر. بنستكمل بقية إنتاج الخلايا الجنسية في حصة قادمة.